كان عندي سؤال في بداية الفيلم، في إهداء مكتوب للراحل هيثم أحمد زكي، إيه علاقته بالفيلم؟ برضو اللي بيتفرج مش هيبقى يعني فاهم الإهداء ليه. أنا وهيثم الله يرحمه صحاب جدا من واحنا صغيرين جدا، يعني متربيين مع بعض. وهيثم طول عمره وهو صغير أنا كان نفسي أعمل فيلم كورة، وهيثم كان نفسي أعمل فيلم بوكس. فساعة لما مضيت فيلم أستاذ طارق، دخلت أستاذ طارق قلت له أستاذ طارق بعد إذنك كان نفسي أدي الفيلم ده لهيثم زكي الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه، ربنا يرحمه ويغفر له.